على السايس اللي يلعب مبليسي، وكنشكروا مزراوي واكرد اللي ما حضروش معانا، وكنشكروا الفوز وتحيه لفريق اتحاد الرياضي السلاوي وديما المغرب. وشوف غنقول الكلمه ديالنا، فرنسا ولا انجليز مرحبا بهم، حنا غندوزو للفينال ان شاء الله، وديما عسكر وغندوزو للفينال ان شاء الله باش ما بغاو. واول فريق عربي ومغربي، فريق عربي وافريقي كيتاهل النصف النهائي، وغندوزو للفينال ان شاء الله باش ما بغا. ديروا النيه، كره تربوطو وغتخرج ديما المغرب. الانتصار لسيدنا الرياضي الاول والمغاربه من طنجه للقويره، والتحيه للمغاربه كاملين، وتنحيو المدرب وتنحيو اللعابه اللي لعبوا بالروح قتاليه وروح وطنيه، وتناديو لسيدنا وان شاء الله غنجيبوه، وهذا امل ان شاء الله غنجيبوه. صراحه كان احساس واعر و في المغرب، وصراحه واحد الاحساس كان زوين في القهوه، خصوصا مع الناس الناس كانوا بحال خوتنا، وكنا مدمجين بزاف. وكنشكر الركراكي وفي المغرب، وديما الركراكي وليداتو حتى فرقه مغرباتو مغرباتو. عاش الملك، السلام على رسول الله، الى الى سيدنا محمد، الله مع الشعب العالي، ديما مغرب. وعاش الملك، وعجبونا ولعبوا مزيان، والله يعطيهم الصحه وبالصحه حنا تنصليو استخاره وندعيو معاهم. وعاش الملك، وكنهديو الملك وكنهديو الملك والاسره العلويه، والله يحفظهم العقبال في النار والعقبال الكاس. وعاش الملك وديما مغرب، والله يحفظهم من طنجه القويره القرقارات. وعاش الملك، الله يبارك في عمر سيدنا 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 الملك سيدنا، الله يحفظه ويجزي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله. كنا ما كناش كنحلموا، عندنا منتخب، عندنا الرجال، لا 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 الجمهور ولا كل شيء. قعدوا 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 العرب، قعدوا العرب اللي كانوا كيهضروا فينا، احنا قدينا عليهم. الله اكبر، وان شاء الله الكاس تعدى هنا هنا ان شاء الله ان شاء الله. قعدوا كل حسادة، الله يعطيهم العذاب. هنا ان شاء الله درنا اليوم 4-4 جوج. الله اكبر، ان شاء الله المغرب عنده الكاس هنا ان شاء الله. هادوك اللي كيحسدونا زيرو، هادوك هادوك صافي ومشاو، هادوك مشاو. احنا احنا اسود العرب، اسود العرب. احنا مو السبوعه ديال العرب، السبوعه ديال العرب هما احنا. بجد الله بجد الله بجد الله، عاش الملك عاش الملك، وبجد الله والشعب المغربي. وان شاء الله غنجيبوا الكاس هنا 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 وغنشطحوا عليه. شات ديما ديما المغرب، على المغرب، قول لهم مبروك علينا، مبروك علينا، قديم المغرب. صراحة الله اللعبة كانت مستوى، شكرا بزاف راشد أولاح اللي كان اليوم الطب ديالو، الدراري كاملين كاملين بصفة عامة. وشكرا بزاف لواليد الركراكي، الفرحة اللي ما كناش كنتسنوها، والحمد لله وصلنا للنصف النهائي، وطامعين إن شاء الله في الكأس ديالنا. مغربي ما عندناش خافوا، حنا أقوى فريق حتى الآن كاين دابا في البطولة كاملة، وإن شاء الله الكأس ديالنا. وفيف نو ماروك. اسمع لي إن شاء الله خويا، هذه فرحة كبيرة، حنا فرحانين، هنا غاني، فيف لو ماروك فيف لو ماروك. وهذا الشيء ان شاء الله غادي يمشيو حتى للفينال ان شاء الله، الله يحفظهم يا بليس. واخا اللعيبيات قاتلوا قاتلوا على الرايه ديال الوطن، الحمد لله. فيف لو ماروك، سوي تري كونتون، اي سوي فيير 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 ديتر ماروكان. فخوره انني مغربيه، وكل مباراة كنتفرجوا فيها كنزيدوا تأكدوا بأن كيولي عندنا طموح أكثر وأكثر بأننا نديو كأس العالم هذا العام. هذا كأس العالم غيكون مغربي 100% مغربي. خير ماتش، تبارك الله عليه، زوين اللعابة ديالنا كاملين تبارك الله عليهم، ما عندنا ما نتسالهم فغيمون. المغرب عندنا منتخب زوين تبارك الله، ولكن الفالطة اللي عندنا ذاك جبيرة غاتبغي يدخلوا صراحة. شديرة شديرة شديرة، ولكن تبارك الله عليهم كنشجعوهم كاملين، ديما مغرب ان شاء الله الكاس يكون ديالنا هاد العام، والحلم ديالنا تحقق. ما كتشوف فرحة كبيرة لكل مغاربة كبير وصغير، وما عمرها ما وقعت في التاريخ، التاريخ يعني، باش يشجع المغرب كامل، المغرب كامل صغير وكبير. تحية للركراكي، السي الركراكي هي التحية له، وعلي مالا نحلموا حتى حنا بكأس العالم، فهمتي؟ باش نحلموا نجيبوا كأس العالم. يلاه ولينا فرنسا، يا فرنسا احنا جايين. اليوم فرحانين بزاف،
اللعابه ديالنا داروا ما في جهدهم وديما مغرب وان شاء الله الفينال ديالنا وديما مغرب. كانوا اجواء زوينه بزاف وكان في ناس تخاف مي الحمد لله ربحنا وديما مغرب. مغرب منين طلع الله ينصرو الله يزيدو الله اكبر الله اكبر الله اكبر ديما مغرب ديما مغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.